يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الأربعاء جلسة مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي في ثالث أيام زيارة الرئيس إلى روسيا. من المقرر أن تشهد القمة المصرية الروسية بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية. وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس الروسي أقام مأدبة عشاء غير رسمية تكريما للرئيس السيسي فور وصوله إلى سوتشي، تم خلالها تبادل وجهات النظر حول أهم ملفات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إطفاء جو ودي خلال مقابلته للرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى منتجع سوتشي مساء اليوم، حيث اصطحب بوتين الرئيس في جولة على الكورنيش المطل على البحر الأسود تحدث خلالها إلى المواطنين الروس. المزيد ينضم إلينا هاتفيا من موسكو السيد تيمور دويدار المحلل السياسي. بعد التحية لك سيد دويدار، إذا يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الأربعاء جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي. العلاقات بين روسيا ومصر هي علاقات شراكة كاملة كما أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت هناك كلمة للرئيس السيسي اليوم في مجلس الفيدرالية الروسي كأول رئيس لدولة أجنبية يلقي كلمة في هذا المجلس. كيف تصف العلاقات المصرية الروسية؟ تحياتي سيدي الكريم. يعني أنا لو باختصار شديد، سرعة فائقة في بناء علاقة خاصة، ممكن أن نسميها كذلك، ليس فقط بين الرئيسين إنما بين الدولتين، وتفاهم تام حول موضوعات حساسة لكلا من الدولتين مثل قضايا الإرهاب، الأمن القومي، الاقتصاد، التطوير، كل هذه الأمور وغيرها. هناك اتفاق في وجهات النظر وطريق الوصول إلى كل من هذه الأشياء. فيعني شيء إيجابي للغاية ما نراه. يعني نحن هنا في روسيا وبالأخص بالطبع المصريين سعداء بقدوم الرئيس السيسي. في نفس الوقت نأمل طبعا أن يتم أي حراك إيجابي في اتجاه فتح الطيران إلى المنتجعات المدن المصرية. نعم، شرم الشيخ والغردقة. نعم، لأن كل واحد روسي لو سألت في الشارع أي روسي او لو عرف انك مصري اول سؤال هنروح البحر الاحمر امتى؟ طيب اهم الاسئله. طيب يعني من الممكن ان نقسم العلاقه بين روسيا ومصر الى شقين، العلاقات الثنائيه، وايضا الشق الاخر هو الملفات التي تجمع بين روسيا ومصر في الشرق الاوسط. على صعيد العلاقات الثنائيه، تعاون كامل يمكن على المستوى الاقتصادي، يعني تبادل تجاري اكثر من 6.5 مليار دولار، تعاون في مجال الطاقه وانشاء محطه الضبعه النوويه، وايضا تعاون علمي وثقافي كبير بين مصر وروسيا. شوف سيدي، هو يعني تاريخيا نظرا للتاريخ في الاتحاد السوفيتي كان التعاون العلمي اكثر طبعا. والتعاون التجاري بالطبع لا يقارن، لان 6.5 مليار دولار ما ذكرته سيادتك يعني رقم ضئيل للغايه. نعم، ولكنه حدث في مده قصيره للغايه. يعني
يعني في مدة قصيرة، لكن للأسف في مدة قصيرة لكن على مدار سنين. وصادرات المصرية 500 مليون فقط، وهناك هنا مساحة في روسيا في انتظار البضائع المصرية تفوق يعني المليارات. وأنا يعني أنا صادق فيما أقوله، لأنني أعمل في قطاع الأعمال وأدعو رجال الأعمال المصريين إلى النهوض بالمنتجات المصرية والخدمات في هذا السوق. أيضا هذا الموضوع يعني في سبيله إلى التقدم سيد ويدار، لأنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن توافقا مع زيارة الرئيس السيسي الشراكة الكاملة والاستراتيجية مع مصر. نعم، هذا من ناحية، لكن عندما أدعو رجال الأعمال هؤلاء ليس لهم أي علاقة بالدول. فالمال يعني أو البيزنس لوحده ويجب أن يقوم بدوره ولا يعول على الدولة. يعني الدولة تعمل، أو الدولة عموما الحكومات تفعل كل ما في وسعها لتقديم مثلا ما قدمه الرئيس السيسي اليوم للبيزنس المصري في روسيا. فهناك وفد موجود، هناك لقاءات، لكن ما زال يعني هذه الوفود تأتي وترجع. نعم يعني القيادات السياسية تهيئ المناخ، وعلى رجال الأعمال استغلال ذلك. يعني كما أكد الرئيس السيسي لرئيس الوزراء ميدفيديف أن الاستثمارات الروسية لديها فرصة كبيرة في مصر. طب فيما يتعلق بالشق الثاني سيد دويدار، وهي ملفات الشرق الأوسط، يأتي طبعا على رأسها القضية الفلسطينية التي تحدث عنها الرئيس السيسي في مجلس الفيدرالية الروسي، وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية. هذا يحظى أيضا بتوافق روسي. بالطبع فوجهة النظر، يعني هناك اتفاق تام بين موسكو والقاهرة في هذا الشأن، وموسكو مثل القاهرة تعترف ب 1967 وبكافة القرارات الأممية التي اتخذت وبالقدس الشرقية وكل هذه الأمور، وتشجب ما تفعله الولايات المتحدة صراحة في العبث بهذه الأمور، يعني مثل ما رأيناه من الحراك من الرئيس ترامب تجاه القضية الفلسطينية والقدس. يعني غير هذا المهمة القضية السورية. صحيح، وأيضا كان هناك توافق روسي مصري في هذه القضية سيد ويدار، وتم يعني عمل مناطق خفض توتر بمساعدة مصرية روسية. بالطبع فيعني موسكو لا تنسى ذلك. غير القضية السورية ليبيا. أيضا وجهة النظر متطابقة. فممكن أن نقول بغض النظر إذا رجعنا الاقتصاد المتكافئ بين الدولتين والفرصة الموجودة من دعوة موسكو للانضمام إلى الاتحاد اليورو آسيوي، يعني هذه الدول على بعض 300 مليون مستهلك. فأمور أنا أعتقد إن صارت مثل ما نراها الآن فهذا مستقبل باهر. شكرا جزيلا لك على هذا التحليل سيد تايمور دويدار المحلل السياسي، كنت معنا من موسكو. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاستثمارات والصناعات الروسية لديها فرصة كبيرة حاليا للتواجد في السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة في مصر وللنفاذ منها إلى الأسواق الإفريقية. جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في ثاني أيام زيارته للعاصمة الروسية موسكو. وأشاد الرئيس بعلاقات الصداقة المصرية الروسية الممتدة منذ 75 عاما وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة في السنوات الخمس الأخيرة. من جانبه أشاد رئيس الوزراء الروسي بخطوات إصلاح الاقتصاد المصري والمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، مؤكدا حرص روسيا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في كل المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك. كما أشاد بالدور الذي تقوم به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات بين مصر وروسيا تتميز بالعمق والخصوصية، جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الفيدرالية الروسي. قال الرئيس السيسي أن مصر لن تنسى مساهمة روسيا في معركتها للبناء والتعمير حينما ساعدتها في بناء السد العالي وغيره من المشروعات الكبرى. إن العلاقات الوطيدة بين مصر وروسيا التي نحتفل هذا العام بمرور 75 عاما على تأسيسها دائما ما تميزت بالعمق والخصوصية،
وهو ما تجلى في وقت الأزمات والشدائد. فقد كانت روسيا دائما شعبا وحكومة أول من قدم يد العون لمصر لاستعادة الأرض المحتلة، كما أن مصر لن تنسى مساهمة روسيا في معركتها للبناء والتعمير، حينما ساعدتها على بناء السد العالي وغيره من المشروعات الكبرى خلال حقبة مهمة من تاريخها الحديث. وأود أن أؤكد أن هذه المواقف التاريخية الداعمة ستظل دائما عالقة في أذهان ووجدان المصريين، وأن هذا الإرث القيم من التعاون المشترك سيظل محل تقدير بالغ من الشعب المصري. وأعرب رئيس السيسي عدنا تطلعه للانتهاء من بناء محطة الطاقة النووية بالضبع خلال الأعوام المقبلة، مؤكدا أن الباب سيبقى مفتوحا أمام المستثمر الروسي للاستفادة من المميزات الكبيرة التي تتيحها السوق المصرية. الذي يشهده مختلف مجالات التعاون بين مصر وروسيا على مدار السنوات الخمسة الأخيرة هو خير دليل على ما تنطوي عليه علاقاتنا من عمق ورسوخ، وهو الأمر الذي انعكس في مستوى التنسيق والتشاور المستمر بين المسؤولين في البلدين وفي إطلاق الحوار الاستراتيجي بينهما، فضلا عن نمو حركة التجارة إلى أرقام غير مسبوقة لا تزال في سبيلها إلى الارتفاع. كما أنني أتطلع للانتهاء خلال الأعوام المقبلة من مشروع عملاق وهو بناء محطة الطاقة النووية بالضبع، والتي أثق أنها ستغدو علامة مضيئة أخرى وجديدة في مسيرة التعاون بين البلدين وصرحا ضخما في بنيان شراكتنا الممتدة. وبالمثل فإنني أنظر إلى مشروع المنطقة الصناعية الروسية في شرق قناة السويس كمثال آخر على عمق شراكتنا ونقطة انطلاق جديدة من أجل تعزيز الاستثمارات الروسية في مصر. كما أعرب رئيس السيسي عن تطلع مصر إلى تعزيز مستوى التنسيق والتواصل مع روسيا لمواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها خطر انتشار الإرهاب. إن مصر بينما تمضي في طريقها إلى هذا المستقبل تتطلع إلى تعزيز مستوى التنسيق والتواصل مع روسيا وفتح آفاق جديدة للتعاون، لا سيما في مواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها خطر انتشار وتمدد الإرهاب الذي يتشح زورا باسم الدين بحثا عن أهداف خبيثة ومصالح ضيقة لفئات لا تعرف أديانا ولا أوطانا، فأصبحت عدوا للإنسانية بأسرها. إلا أن القضاء على هذه الآفة الخطيرة يستوجب منا مواجهة جماعية من منظور شامل نخوض من خلاله معركة العقول والقلوب ضد أفكار التطرف والانغلاق، مع إلاء الاعتبار اللازم للبعدين الاقتصادي والاجتماعي بجانب الإجراءات العسكرية والأمنية. وأود في هذا السياق أن أشير إلى مبادرة تجديد الخطاب الديني التي تم إطلاقها من مصر منذ سنوات. هذا وقد أجرى رئيس السيسي مباحثات موسعة مع رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكا وقيادات المجلس. وقال المتحدث باسم الرئاسة سفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أشاد بالعلاقات المصرية الروسية وما شهدته من تطور خلال السنوات الخمس الأخيرة في مختلف المجالات، بما في ذلك التنسيق والتشاور السياسي المتبادل بين البلدين في العديد من الملفات الإقليمية والدولية، معربا عن حرص مصر على دفع وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين على المستويات كافة بما فيها التعاون على المستوى البرلماني. من جهتها أعربت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي عن حرص روسيا على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين.